من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أكد أن الإمارات ستمضي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات والمشروعات في كافة حقول التنمية الشاملة. وقال سموه في كلمة له وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة عيد الاتحاد أن الإمارات تستقبل عاما اتحاديا جديدا بثقة وتفاؤل وطموح وعزم على تحقيق إنجازات ونجاحات جديدة، مؤكدا أن النموذج الإماراتي سجل صفحة جديدة في قوته وفي فعالية مؤسساته وفي جدارة تشريعاته وفي متانة التواصل بين أجياله. أشار إلى أن الإمارات تتابع عن كثب المتغيرات العالمية وترصد تطوراتها وتتعامل مع آثارها بما يعزز أمنها واستقرارها وإدامة تنميتها، وتتفاعل مع شراكاتها الخليجية والعربية وشبكة علاقاتها الدولية.